السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة وانتوا في اسعد حال. ونهاردة بقى ايه، عايزين نعمل شوية اكل كده من بتوع العيد، لكن هعملهم بطريقة مختلفة. وتعالوا بقى نشوف الجمال والحلاوة والدلال والملاوة دي عملناها ازاي، وقولولي في التعليقات ايه رأيكم في طريقة اكلي بالحاجات الجديدة او الاضافات الجديدة اللي انا اضفتها، وان شاء الله بإذن الله تعجبكم. وكل سنة وحبايب قلبي وانتوا في اسعد حال. اول حاجة عشان ناكل اللي هي حلويات المذبح او الفشة والممبار او زي ما بيسموها. اول حاجة عشان نستمتع بالاكل لازم الاكل يا جماعة يتغسل كويس جدا جدا. طب الفشة ده كيلو من الفشة انا قطعته كذا حتة. وليه بنقطعه؟ عشان ما بيتحط في الحلة بيترفع كده، بيبقى بيتنفخ زي البالونة، فبيبقى الموضوع فيه مشكلة كده. المهم بالملح والدقيق بعد ما قطعتها وبالليمون غسلتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وانا دلوقتي حطة على الحلة على النار فيها مية بس، تمام. وانا حبيت اعمل المقطع ده عشان بحس الناس اللي يعني يعرفوا، في ناس ما بتعرفش تتغسل الفشة ازاي. فانا حبيت طبعا الممبار ده انا اصلا غسلاه وكنت حاطاه في كيس، بس بدأت ان انا برضو ايه افضيه تاني في الكيس، لان النهاردة هبتدي اعمله. انا غسلاه من قبلها بيوم بس هرجع اغسله تاني، تمام. رحت فين يا ناصرة؟ يا ناصرة. المهم الفشة اول ما تبتدي انها تغلي في المية بروح شايلها، تمام، وبروح كبة حلة المية زي ما انتوا شايفين. شايفين المية لونها ايه، تمام. بعد كده مرة تانية نفس الحكاية، مية تاني بتغلي. طبعا كل ده انا غالية مية في الكاتل يا جماعة، وهغسلها تاني. طب يا ناصر انت بتعرفي منين انها استوت؟ خلال ساعة بتكون استوت. اول ما تيجي تبتدي تحط الشوكة فيها وتخش بسهولة تعرفي هي. بصراحة معايا ما شاء الله ساعة الا 10 دقايق كانت استوت، واستوت قوي كمان، تمام، لان الحاجات دي انا جايباها من نفس الجزار اللي بجيب منه اللحم، تمام. هنا بقى خلاص انا حضرت بصلاية، تمام. طلعت الفشة تاني مرة من الحلة وكبيت الحلة وغسلتها، تمام، ورجعت حطيتها تاني والمية المغلية، وحطيت بصلاية وفلفلية رومي وشوية فلفل وورق لورا، وسبتها بقى ايه تعيش حياتها. وطبعا لما بتتسلق المية اللي فيها بتترمي، تمام. غسلت فلفلايه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبصلايه ورق لورا، وخلاص. ممكن لو في حبه هنحطي. وهنا ببتدي ان انا اغسل الممبار تاني، وانا هقلبه هرجعه لشكله الاصلي، لان انا ما كنتش اصلا قلباه، حبيت ان انا غسلها قبلها بيوم. هنا بقى دخلنا على العيش ده. العيش انا هستعمله في اكله او في حاجه، بس انا هاخد منه شويه. ده عيش فينو طحنته في الكبه، تمام. هاخد منه شويه. طبعا حبايب قلبي مش هنسى اقول لكم تعملوا للفيديو لايك وتشيروا الفيديو. طب الكفته بتاعتنا انا معايا كيلو الا ربع لحمه مفرومه، معايا شويه بقدونس، معايا فصين ثوم، معايا بصلايه متوسطه، معايا نص معلقه من الفلفل والتوابل دي يا جماعه انا مشوحاها وبعدين طحنتها. نص معلقه من الفلفل، نص معلقه من الفلفل، معلقه صغيره يعني، ونص معلقه من الكمون، و نص معلقة من السبع بهارات، ومعلقة كبيرة من توابل الكفتة اللي هي بتاعت ماجي، تمام.
ومعلقة صلصة صغيرة، معلقة شاي صلصة صغيرة، وواحدة بيضة، وتلات معالق من الفتات بتاع الحلوة، الفتات دي مثقفة، بتاع العيش الفينو. ممكن طبعا نستبدلهم بتلات معالق شوفان او تلات معالق بقسماط، ايا كان. تمام، طبعا بنضربها كويس في الكبة. ممكن لو ما عندناش كبة نعجنها على ايدينا كويس لحد الانسجة كلها ما تخش في بعضها. وبالنسبة للملح حطيت نص معلقة ملح صغيرة، لان التوابل خلطة الكفتة بتاعت ماجي فيها ملح، فنحاول نخلي بالنا من الملح. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هنا دخلنا على الخلطة بتاعت الكبدة، وخلطة الكبدة انا معايا راس توم، ومعايا فلفلاية حمرة شويها على البوتاجاز. بشيل القشرة الخارجية، طبعا لما بنشوي الفلفلاية بنحطها في اي حاجة تتغطى علشان تفصل القشرة عن الفلفل ذات نفسه، القشرة الخارجية. وبنحطها في محضرة الطعام مع مع البصل، قصدي الفلفل الأخضر، ومع الثوم. ممكن طبعا نحط فلفل حراق، بس يعني لو في أطفال هتاكل منها يبقى بلاش نحط الحراق، أو براحتكم زي ما تحبوا. تمام، طبعا هناخد كل الكلام ده هنفرمه زي ما انتوا شايفين كده فرم حلو. وانا لما جبت نص كيلو الكبدة جبته سليم وقطعته رقيق جدا زي ما انتوا شايفين. طيب دي ليا مقطعة حتة ليا رقيقة جدا، يعني انا قطعت الكبدة رقيقة جدا وقطعت الليا رقيقة جدا. تمام، هنا محضر الخلطة بتاعت الممبار. الخلطة عبارة عن، انا جبت بصلتين شوحتهم تشويح كويس بشوية زيت، ونزلت عليهم بكيلو الرز، وكمان الطماطم مقطعة فلفلتين رفيعين، وكمان الطماطم بتاعتي كنت انا زي ما انتوا عارفين بحط عليها فلفل رومي، واسيبها لما تتسبك على النار من غير اي حاجة، تتبخر يعني المية الزيادة تطلع منها بس، وبضربها في الخلاط وبحطها على الخلطة بتاعتي الممبار. زي ما انتوا شايفين لونها احمر وجميل، مش محتاجة ان انا احط صلصة لان الطماطم ما شاء الله كتير. وحطيت طبعا الخضرة بتاعتنا، البقدونس والكزبرة والشبت. تمام، وبحط عليها معلقة كبيرة من الكمون، ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود. والتوابل دي زي ما قلت لكم قبل كده ان انا مشوحاها عاملاها على ايدي وطحناها عشان تبقى فريش وحلوة. وبحط على كيلو رز معلقتين من الملح اللي مش مليانين قوي، مش هرميين. تمام، وفي الحلة وانا بس بحط نص معلقة صغيرة من الملح. وهنا طبعا بنحشي الممبار وبنبططه وما بنملهوش، مش هيفرقع ولا اي حاجة، مش عشان يفرقع او ما يفرقعش، لا عشان تبقى الممبارة تبقى حلو ما تبقاش مكبوسة. تمام، عملت اتنين تلاتة مع حضراتكم. وطبعا حطيت شوية زيت، طبعا حطيت شوية زيت. تمام، هنا طبعا دخلت على حطيت نزلت شوية اللية عشان يسيحوا، وبعد كده حطيت عليهم شوية زيت، زي ما انتوا شايفين حضراتكو كده. هنا خلاص الممبار بتاعي استوى، بياخد تقريبا يا جماعة ساعة او ساعة الا 10 دقايق. هنا خلاص بنصفيه، بنطلعه ونحطه في، نشيله طبعا، ما ينفعش تسيبيه في الحلة لان لو سبتيه في الحلة هيبوش وهيبتدي يتهري على طول. اول ما بيستوي خلاص بنطلعه. تمام، نشيل الحلة بقى عشان نوسع، عشان تعرفين ان المطبخ الحمد لله عقيم. هن شوية اللي يسيحوا شوية، مش هيسيحوا يتحمروا بس يعني يسيحوا شوية، وطبعا مش مكترين ليا. طبعا نزلت بحتة القلب، انا مقطعة طبعا الحاجات دي على ايدي،
رفيعه، وده ميزه ان انت تقطعي الحاجه على ايديك رفيعه عشان تستوي بسرعه. طبعا هي بتستوي بسرعه بس عشان برضو تبقى طريه، تمام. ما بتاخدش يا جماعه 5 دقايق. وحطوا شويه زيت حلوين تحس ان انت بتقلي مش بتشوحي، بتقلي. هي لازم الكبده لازم تكون كميه الدهون كتيره عشان تنزل تتقلي، فما ما تنشفش وتبقى طريه ورقيقه وجميله، بتاخدش وقت. طبعا بعد ما بنقلبها تقلبتين كده تمام، بننزل عليها بالايه يا نصره، بالايه، التوابل اللي احنا عملناها، اللي هي الخلطه اللي احنا عملناها من الفلفل المشوي والفلفل الاخضر والثوم. وبعدين بعد كده بننزل بعد كده بالتوابل اللي هي معلقه كزبره صغيره لان ده نص كيلو، معلقه كمون صغيره، نص معلقه فلفل، وبعدين عصير ليمونتين في النهايه. والمفاجاه اللي هتشوفوها دلوقتي، ادي الليمون. ما تقولوش على نصر عكاكه، جربوا الاكله وقولوا لي ايه رايكم. هننزل في الاخر بمعلقتين من كريمه الطهي، ومش هتبقى بيضه ولا حاجه، يبقى لونها احمر وجميل زي ما انتم شايفين كده. وخلاص مجرد ما بنحط معلقتين الكريمه بنقلبها تقلبتين وبنشيلها، وخلص الكلام كده يا عبد السلام. طيب هنيجي بقى على الفشه، والفشه النهارده برضو انا عملتها بتكه جديده. طبعا الفشه بعد ما اتسلقت وقطعتها حلقه طرنشات او حلقات او التعلفات ايا كان يعني، جبت طاستين، والطاسه الاولى نزلت بشويه زيت تمام، وشويه توابل اللي هي عباره عن كمون وكزبره وفلفل اسود تمام. حبايب نصره ما تنسوش يا اولاد تعملوا الفيديو لايك يا اولاد، وتشيروا الفيديو. حبايب نصر كل سنه وانتم طيبين يا حبايب. حطينا في الثانيه شويه فصين من معلقه ثوم من الثوم المهروس، ونزلنا عليها بحوالي نص كوبايه زبادي او كوبايه زبادي تمام. وما تستعجبوش، لا الزبادي هيخلي طعمها حلو، والزبادي مش هيبقى لونه ابيض خالص، هي هتتحمر وهتبقى لونها حمرا وحلوه، هتشوفوها في الاخر. وبعد ما شوحناها نزلنا عليها بعصره ليمونه، وطبعا الفلفل والملح والكمون والكزبره تمام. طبعا الزبادي بيدي طعم جميل للاكل، والليمون والثوم، وطريقه جديده، وان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. وهنا طبعا بشوح الجزء الباقي من، يعني انا قسمت نص كيلو على جزئين، اللي هو العادي اللي احنا بنحمرها عادي بشويه زيت ونشوحها كده وشويه توابل، والتانيه بالزبادي والثوم والليمون تمام. وزي ما انتم شايفين اهي احمرت اللي هي بالزبادي. وهنا حطيت الكفته، طبعا ما عملتش الكفته كلها، خدت بس منها جزء حمرته، لان طبعا ما شاء الله الاكل كتير، فيعني قلنا ايه نعمل على قدنا تمام زي ما انتم شايفين كده. قولوا لي بقى ايه رايكم في اكل نصره، وايه رايكم في التجديدات، وايه رايكم في التغييرات، وايه رايكم في التعلفات. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانتم دايما بتسعدوني بدعواتكم وكلامكم الطيب. ربنا يا رب يكرمكم حبايب قلبي ويسعدكم خارج مصر وداخل مصر، ويسعد الوطن العربي كله، واشوفكم بخير وبصحه وسلامه، ويسعد ايامكم ويجعل ايامكم يا رب كلها اعياد وافراح. هنا طبعا بقلق الممبار، ولكن بقلق الممبار طبعا برضو مش هقليه كله. ايه رايكم بقى في الكلام الجامد ده؟ وعملنا طبق مخلل من الحاجات، الفلفل المشوي والبتنجان المشوي والكوسه الصغيره الخضراء دي، كوسه مشويه، وبالتوابل العاديه بتاعتنا الكمون والكزبره والكلام ده. ايه رايكم في الشكل الجميل ده؟ ايه رايكم في الطريقه الحلوه دي؟ مستنيه بقى كلامكم وتعليقاتكم ودعواتكم الجميله. بشكركم جدا جدا، ربنا يا رب يكرمكم ويجعل ايامكم كلها اعياد وافراح وسعاده،
ورجعلوا عيد مبارك عليكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.